بسم الله الرحمن الرحيم. الخلاصة من تفسير الطبري، اختصره الدكتور عقيل بن سالم الشمري. سورة الدخان. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. حم. والكتاب المبين. أقسم بهذا الكتاب أنه أنزله في ليلة مباركة هي ليلة القدر. إنا كنا منذرين خلقنا بهذا الكتاب عقوبتنا أن تحل بمن كفر منهم. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. في هذه الليلة المباركة يقضى ويفصل كل أمر أحكمه الله تعالى في تلك السنة إلى مثلها من السنة الأخرى. في هذه الليلة المباركة يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى عبادنا. رحمة من ربك يا محمد، إن الله هو السميع لما يقول هؤلاء المشركون، العليم بما تنطوي عليه ضمائرهم وغير ذلك من أمورهم وأمور غيرهم. رب السماوات والأرض وما بينهما، إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. الذي أنزل هذا الكتاب يا محمد عليك مالك السماوات السبع والأرض وما بينهما، إن كنتم توقنون بحقيقة ما أخبرتكم فأيقنوا به كما توقنون بحقائق الأشياء غيره. لا معبود لكم أيها الناس غير رب السماوات والأرض، هو الذي يحيي ما يشاء ويميت ما يشاء، مالككم ومالك من مضى قبلكم من آبائكم الأولين، فاعبدوه دون آلهتكم. بل هم في شك يلعبون. ما هم بموقنين بحقيقة ما يقال ويخبرون من هذه الأخبار، ولكنهم في شك منه، فهم يلهون بشكهم في الذي يخبرون به من ذلك. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس، هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب، إنا مؤمنون. فانتظر يا محمد بهؤلاء المشركين يوم تأتيهم السماء بمثل الدخان المبين لمن تأمله أنه دخان، وذلك حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش أن يأخذهم الله بسنين كسني يوسف. يغشى أبصارهم من الجهد الذي يصيبهم، يقولون هذا عذاب موجع، ويقولون إنك إن كشفته آمنا بك وعبدناك من دون كل معبود سواك. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. من أي وجه لهؤلاء المشركين التذكر من بعد نزول البلاء بهم وقد تولوا عن رسولنا حين جاءهم مدبرين عنه
لا يتذكرون ولا يتعظون، ويقولون إنما هو مجنون علم هذا الكلام. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. إنا كاشف الضر النازل بهم، إنكم أيها المشركون إذا كشفت عنكم ما بكم من ضر لم تفوا بما تعدون وتعاهدون عليه ربكم من الإيمان، ولكنكم تعودون في ضلالتكم وغيكم. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. إنكم أيها المشركون إن كشفت عنكم العذاب ثم عدتم في كفركم انتقمت منكم. يوم أبطش بكم بطشتي الكبرى في عاجل الدنيا فأهلككم، وكشف الله عنهم فعادوا فبطش بهم بطشته الكبرى في الدنيا فأهلكهم قتلا بالسيف يوم بدر. الخلاصة من تفسير الطبري.